انا عارفة طبعا انهم ما كانوش بيأكلوك اكل زي ده. الله اعلم بقى كانوا بيأكلوك ايه. يلا حبيبي يلا يلا، حاول تستطعم بقى، حاول تستطعم الاكل ده. جميل ده، جميل عشان خاطري. ايوه 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 كمان حتة، كمان حتة. الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله والشكر ليك يا رب. أهلا وسهلا، حضرتك تعرفه؟ اللي أعرفه ده خيره علي وعلى الكل. حمدي عبد الستار المحامي، كنت ماسك شغل البيه. شيراز محامية برضو وبنت أخوه. عارفي وشفتك في التلفزيون في التقرير اللي اتعمل وانت بتخرجيه من المستشفى. ربنا يبارك لك يا بنتي. انا ما كنتش مقصر ولا حاجه، بالعكس ده انا ياما لفيت ودورت ورفعت قضايا لكن فشلت. بس انت تقدر تساعدني دلوقتي؟ طبعا انا معايا اوراق ومستندات، ملف بحاله لازم يتفتح. جميل، يبقى حضرتك تنضم لينا انا والاستاذ ونيس المحامي في القضيه اللي احنا رافعينها. اكيد. اتفضلي ده الكارت بتاعي. المهم طمنيني حالته ايه دلوقتي. الحمد لله الدكاتره طمنوني، المخ سليم بس لسه مش عارفين لغايه دلوقتي هو ليه ما بيتكلمش ولا حتى بيعبر بالاشاره. لا احنا محتاجينه يتكلم. سليمان بيه، أنا حمدي المحامي بتاعك، فاكرني؟ إحنا هنقف جنبك ومش هنسيبك ولا هنسيب حقك. عن إذنك. خلاص. شفت بقى، شفت شيراز بنت اخوك حبيبتك لا يمكن تضرك. خلاص يا حبيبي خلاص. فين يا عباس؟ استاذ ونيس ما تخافش. اوعى. ما تخافش ما تخافش، انا شيراز حكيت لي عن الموقف العظيم والنبيل اللي انت عملته معاه. يلا تعال نخش له، هي هتبقى مبسوطه جدا انك جاي تطمن على عمها وتطمن عليها. انتوا عيله يالا. يلا حبيبي خلاص اخر شيء. اصل بص هتبرد هتبرد. يلا حته بس حلوه قوي حلوه قوي. عباس عباس جاي يقف جنبك يا شيراز. اهلا اهلا يا عباس. صدقتني دلوقتي؟ ازيك يا سليمان بيه؟
ايه ده؟ ده انت سرك باتع. الخير بيجيب خير والشر بيولد شر. وانا ايه الشر اللي عملته يا عز الدين؟ انا في كل خطوه بثبت اني بقدم الخير. بصراحه يا عز الدين اختك جهاد زودتها. ما تقول لنا رايك يا مولانا في تصرفاتها، ده تصرف يحكمه دين او عقل؟ العيب على ابوها، لم يعد ونيسا. انا مش عارف ليه مش قادر ياخد موقف ضد جهاد الا اذا كان في حاجه ما نعرفهاش. راحت تشتغل في امريكا ورفضت تنزل مصر. وكل ونيس كان ضدي في الاول، قال استنى كام شهر، وبكل عند جددت العقد سنه كمان، قال لي ما تتسرعش. طلبت بناتها يسافروا لها ووافقت. ولما ولاء ورحمه بقوا في حضنها هناك في امريكا طلبتني وقالت لي البنات هتخش مدارس ومش نازلين مصر. والله ما قصرت يا زكروطة. زكروطة يا مولانا. أنا ليا كلام مع أبوها. بس أنت كمان غلطان يا زكريا. زي ما هي رسمت حياتها إنها تعيش هناك في أمريكا، أنت كمان رسمت حياتك هنا وفتحت شركة. يعني ساهمت في انقسام الأسرة. أنت مش عايز تسمع الكلام ليه يا زكريا؟ ما تسافر وتتكلم معاها. طبعًا فكرت. قالت لي لو عتبت أمريكا هبلغ عنك إنك ضربتني وجاي تخطف بناتك. طبعاً دي فيها سجن هناك مش زي مصر. طبعاً مجتمع منحل بيعلموا الطفل هناك إن هو أول ما يتم ال 15 سنة ينفصل عن أبوه وأمه ويسيب البيت، ولو الأب حب يعاقب ابنه ابنه يروح يشتكيه ويبلغ البوليس ويقول اللي هو ضربه، الأب يتسجن على طول. يعني لو أبويا ونيس كان بيربينا في أمريكا كان زمانه ما خرجش من السجن ابدا. لا يا عز الدين، هناك في حاجه اسمها احترام حقوق الانسان، حقوق المراه، حقوق الطفل. خسيتي! هو ده اللي انتوا عايزين تعملوه هنا في البلد؟ يا ليبراليين يا منفلتين يا من تروجون لحقوق المثليين، استغفر الله العظيم. احنا ايه اللي دخلنا العيله دي؟ أنا عرفت دلوقتي مين اللي هيكسر ونيس. مش جهاد، لأ، ده مولانا عز الدين أيبك. أنا متلخبط، مش عارف أمشي في أنهي سكة، كل السكك اتقفلت في وشي. هو عباس في سكة خير اتفتحت لك؟ جاتوا فتحة في نافوخه. أنت نسيت لما فتحت بطن ونيس السنة اللي فاتت في ساقة راس؟ ده أنت تستاهل السجن. اهو هو ده بقى اللي انا خايف منه، انكم تنتقموا مني وتورطوني. لا يا عبد الله، احنا نسينا الموضوع ده. رغم ان عباس اذى ونيس، بس ونيس وقتها اتنازل عن حقه، وده اللي خفف الحكم عليك. حكايه بقى هروبك من السجن وسط الهوجة اياها دي فرصه هايله ليك علشان انت تسلم نفسك، وانا ونيس هنساعدك، هتاخد عفو، وخصوصا انك كمان خلصت نص المده. أنا مش عارف، أنا متلخبط جدا، أنا مش مصدقكم. لازم تصدق يا عباس، إحنا عايزينك في وسط ولادك ومع مراتك، إحنا مدينا إيدينا فما ترفضهاش. ولولا إن إحنا متأكدين إن جواك لسه حتة طيبة ما كناش اهتمينا بيك. وأكيد في ناس حواليك كتير بيشجعوك عشان تطلع أسوأ ما فيك. إحنا بقى مهمتنا نبقى أقوى منهم. يا ابني امشي في سكة ونيس، دي كلها فوانيس. جراية يا عبد الله، جراية إيه؟ هتعملي بيرم التونسي؟ هتقولي سجل؟ امسك امسك يا عباس، المبلغ ده مني خليه معاك. امسك، إحنا عايزينك واحد مننا تخاف على البلد دي وتخاف على اهلها. شيراز خدي معاك عباس، اعملي له اجراءات التسليم وانا هتابع القضيه بنفسي. اطمن، احنا مش هنسيبك. لما تخرج بيتنا مفتوح لك. انا نفسي مره اشوفك بتعمل حاجه تخلي اللي قدامك يكرهك. يا ساتر، اعوذ بالله. ليه كده يا عبد الله؟ يلا
يلا اتفضل روح على مكتبك، الناس مستنيينك من الصبح. هتديهم الورقه دي ها؟ تخليهم يروحوا لمكتب نادر عشان يمسك الضياه، ونبي عليهم برضه ما يجيبوش سيره ان انا اللي بعتهم. ده انت مستفز، مش بقول لك مفيش حد ابدا يقدر يكرهك. يا حديد يا وليد، يا حديد يا وليد. خلاص خلاص يا عبد الله، روح روح. ادخل. يا انكل هاجي. تعال تعال، مفيش حد. تعال يا بهير. اخبارك ايه؟ انا تعبت تعبت يا انكل. انا بعمل كل اللي حضرتك بتقولي عليه الا حاجه واحده عملتيها غلط، انك تروحي لشرف الدين في بيته. ايوه بس امان كان معانا. عارف برضه غلط. انا لما اتفقت معاكي على الخطه 111 انك تقربي له عشان تخرجيه من وحدته، مش معناه ان التقارب يوصل للدرجه دي، انك تعملي بهانه وتتعصبي وتمشي حافيه في الشقه وتغسلي وتنشري وتطبخي. ايوه يا انكل، بس انا فعلا من جوايا كنت عايزه اساعده هو وابنه. عشان كده، عشان انت غالي عليا، انا رسمت لك خطه 111 ما بتطلعش لاي حد. خطه 111 لما عرفت انك انت بتحبيه وعايزه ترتبطي بيه، ولما اتاكدت من جوايا ان تربيتي ليكي نفعت ونضجتي، انا فرحت. انا فرحت انك تكوني مرات ابني شرف الدين. ايوه يا انكل، بس خد بالك بقى ان ابنك شرف الدين ده هو اللي هيبوظ خطتك. 111 يا انكل، يا انكل شرف الدين مفيش منه اي تجاوب ولا بيلمح لي باي حاجه. اقول لك حاجه، انا حاسه انه عمره ما هيتقدم لي. لا يا امي، لا لا مش انا. اذا كان شرف الدين قصير ومكير فانا ثعلب الصحراء، رمل ثعلب الصحراء اضرب بديلي اجيبها. بما انه قصير نعمل له خطة عالية ما يطولهاش، خطة نكسر بيها تردده. موافقة، بس يتقدم لي. اوكي، سكة الباب المغلق اللي يستفزه عشان يفتحه. كل الابواب اتفتحت لي، انا مش مصدق. جالي 3 قضايا ووراهم 2 واخيرا 3، يعني بقى عندي 8 قضايا. الحمد لله يا حبيبي. انا مش قلت لك؟ قلت لك اصبر وانت مش هتلاحق على القضايا. ربنا يوفقه. انا من كتر الزباين اللي بتجيلي المكتب بفكر عين سكرتير زيك يا عبد الله. يا مثبت العقل في الدنيا اكيرا. المهم تثبت نفسك وتنجح في القضايا دي عشان زباينك تكتر قوي. بس انا مش مبسوط منك يا نادر انك تسيب ونيس دي نديله. ليه يا عبد الله؟ اذا كنت قادر اثبت ان افتح مكتب ويجي لي قضايا استغبى وافضل متحجم في مكتب اونكل ونيس؟ بص يا نادر، ربنا يوفقك، بس اللي انت بتقوله ده فيه وجهات نظر. بابا مش بيحجمك، ده ابتدى يكبرك ويمسكك مكتبه. انا متاكده ان الاستاذ ونيس فرحان بنادر، وهو كمان اللي شجعه على الخطوه دي. هو بيشجعه بعقل. يا خبر النهارده بالجنيه الاسترليني، بكره يبقى بالجنيه الصومالي. انت ايه حكايتك يا ابني؟ انا ملاحظ انك ما بتسالش على الاستاذ ونيس ولا بتزوره. هي دي النداله. وما تقوليش شغلك، في حاجه اسمها اصول، احنا اهل وعيله كبيره. ليك حق يا بابا، انا مستني اللحظه اللي هزوره فيها عشان افرحه. وانا عايزه اروح له بس خايفه انكد عليه. ليه يا هدى؟ في ايه؟ انا ابتديت اتحارب في القناه. قناه؟ هو انت بتشتغلي في قناه السويس؟ بس يا عبد الله، لما ابتديت انجح ابتدوا يخنقوني. اهو ده عيب اللي يشتغل عند حد، فهمني يا عبد الله؟ دي الحاجه اللي فاهمها كويس قوي. الواحد يبقى حر نفسه احسن، يا اما يقعد في البيت يا مثبت الصعر في الدماغ. يا رب. يعني ايه؟ تفتح قناه لوحدها؟ والله ننكن ونيس يبعت لها زباين، قصدي برامج، وهي هبله ولا هي هنا. انا هخلي بابا يرفع لي قضيه على القناه عشان يجيب لي حقي. ليه؟ وجوزك راح فين يا هانم؟ وانا مش محامي وعندي مكتب. اصبر، ما يمكن القضيه دي تجيلك هي كمان.
جرالك ايه يا نادر؟ انت عايز تساوي نفسك بخبرة الأستاذ ونيس؟ لا اوعى تنسى نفسك. لا 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 لا، انتوا واضح انكم نسيتوا نفسكم فعلا، وامكم شاكيرة لو قلبت هتقلب على الكل. طب وانا مالي يا عم؟ بهيرة انا بكلمك لان انا عارف انك انت اعلى. لو كلمي اختك شهيرة وشوفي ايه اللي في دماغها. لو في دماغها انها تتجوز زكاروتا يبقى هتولع حرايب. وخلي بالك اللي هيقف قصادها انا، ومن تجمري ام. اما ونيس رومل بقى فهرمس لهم خطه يدمرها هي وزكاريا. مساء الخير يا انكس. ازيك يا بهيره؟ اهلا يا شرف. اهلا يا ابن رومل. تعال اقعد. لا اصلي مستعجل وهستاذنك، عايز بهيره في كلمتين. طب بعد اذنك يا عم. في ايه؟ بقالي يومين بتصل بيكي ما بترديش، وتليفونك يا اما مقفول يا اما مشغول. للاسف يا شرف الدين، واضح انه هيبقى مقفول ومشغول على طول. يعني ايه؟ مش فاهم. اصل عمي باهر مصر يتجوزني ابنه ميمي، ضابط طيار. بجد؟ طب الف مبروك، ربنا يوفقك. اصله قال لي ما دام محدش بيحبك ولا تقدم لك لحد دلوقتي يبقى جحا اولى بلحم طوره. سربرايز. هتبقى مفاجأة. لا، مفاجأتين لونيس. ترتيب الشقة بالشكل الجميل ده وولاده متجمعين في استقباله. سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه ده يا معتزة؟ ده انت عاملة شغل عالي قوي. أنا مش طايقة اللبس اللي عليا ده. ليه كده يا ست معتزة؟ ربنا يستر من الزلزال اللي هيجي وهيهد البد على دماغنا. أحل مشكلتي أنا الأول وأمشي، وبعد كده أنتوا تخشوا على بابا بمشاكلكوا ويحصل الزلزال. لو الزلزال قدر من الله جاء ليأخذ الطالحين ويترك الصالحين فأهلاً. أهلاً بيه. إيه الزبالة دي؟ مدبولي! يا مدبولي! مين نقل السفرة هنا؟ ومين اللي طلع المرتبة دي؟ أنا سوسو، بس نجدوني. أهلا يا ونيس. إيه ده يا معتز؟ إيه ده؟ المسألة فيها وجهة نظر. لا، دي منطقة خطر، ده مبقاش بيتي. الحقيقة ده اجتهاد مني، ما هو التغيير مهم برضه. مش في العائق يا معتز، مش في العائق. إيه ده؟ صورة ميسة؟ صورة ميسة غيرتي مكانها؟ مش من حقك أبدا أي تغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما شاء الله كلهم لابسين اسود وانت لابس روز، والمرحوم كانش غالي عليك ياوي. جايين تعزوا فيا، جايين تعزوا في ضياع بيتي. وانتي انتي يا معتزة، حد قالك تغير البيت على مزاجك؟ دي اعظم حاجة فيك يا بابا، تمسكك بالثوابت. بس انا خايب. بس انا ناقصك
أنا مش هعوض مراتي حسنية الله يرحمها. مفيش واحدة تستاهل تحل محلها. أنا كنت هغلط. أنا غيرت رأيي يا بابا. مظبوط، عندك حق. اسكتي اسكتي يا أختي، غيرتي البيت هتغيري الواد؟ يا شرف الدين ما تبوظليش الدنيا. أنت بالذات يا ابني ما تغيرش رأيك. بس يا بابا. بس بقى. إيه يا جماعة؟ كفاية، حرام عليكم. بابا استوى. عارفين يعني إيه استوى؟ آه، يعني وقعت من على الشجر. لا يا بابا، بجد دول تعبوك قوي. ايه ده يا جماعه ده؟ مفيش فاصل؟ كات! ايوه، ما هي نزلتك دي ما كانتش عجباني، مش مريحاني. الدقلجي الدقلجي، فاصل ونواصل. لا يا بابا، انت كان عندك حق. انا اكتشفت ان الاعلام كله كذب واثاره. مظبوط، انت صح. بس انا في مخرج شافني وقال لي انه واجهه سينمائي وهعمل بطوله فيلم. يس! استغفر الله العظيم. كده كملت. حسبي الله ونعم الوكيل. كلاكيت ويقفل على مناخيرك. انا مش موافق. انا مش موافق. مش موافق. لا، احنا نجيب تخت بقى ونقعد، احنا عندنا وقت بصراحه. هتغنيها يا عبد المطلب. انا مش موافق. كمل. مش موافق ايه؟ انا بقيت محامي كسيب وفتح مكتب وبتجيلي قضايا كتير. انت لما صعبت عليا يا متر قلت اشيلك كام قضيه من عندي. صعبت عليك، كتر خيرك يا ابني. مع ان في زبون قال لي حقيقه. حقيقه ايه؟ قال لي ان الشغل مع الشباب احسن بكتير من الشغل مع العواجيز الكهنه. نادر، عيب. انت تقدر تتكلم كده قدام ابوك وامك؟ لبسها لي. يعني انا ابوه وانت امه. اما بالنسبه لي، اهلا يا حلالي يا بلالي. تتصور انا كان نفسي حلي بيك. اتفضل. ده اخر انذار بالنسبه لك. جهاد هتدخل بنات مدرسه هناك وقالت لي اعلى مفخيلك اركبه، وانا هركب اعلى مفخيلي. مش بقول لك حلي بيك؟ طب ما امشي لك على اربعه يا زكروتة وتركبني. انت السبب. انت اللي حاطط صورك مع شهيره في الشنطه مع البنات علشان جهاد تشوفها وتولع. من فضلك يا بابا، سيبك من الطرهات دي. سيب الجلباب. انا عايزك تكلم لي الاخ بهاء. تقصد مستر بهاء؟ الاخ بهاء، عشان يرجعني الفندق تاني. والله اروح له واتحايل عليه وابوس ايده عشان يرجعك. يا ريت يا اونكل، عشان نرتاح بقى. عز الدين تعبان من جوه وعايزين نريحه. تصوري شكلي مش عاجبني؟ انتوا الاتنين شكلكم مش عاجبني. بس انا ليا شروط كمان. اولا تمنع الخمور من الفندق. مش مشكله. ويردم حوض السباحه. نزرعه. والسائحين من الفرنجه يحتشمون ويسلكوا ما يتفق مع اخلاقنا وقيمنا. الله، حلو فعلا. وتبقى اسمها السياحه شعار. السياحه تهذيب واصلاح. نجيب الاجانب من بره، نعلمهم الادب ونربيهم ويدفعوا لنا فلوس. هناك حلول. نعمل سياحه علاجيه. مش لما نعرف نعالج نفسينا الاول وبعدين نعالج الاجانب؟ ونيس اسمعوا، عنده افكار حلوه. وهناك مقترح اخر، نعمل سياحه تعليميه. طب مش نعمل سياحه داخليه المحو الاميه الاول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. صعقا للتغيير الذي حرمني ذكرياتي وشوه الصوره الجميله التي رايتها يوما في اولادي. لا، انتوا مش ولادي ولا ده بقى بيتي. انا هدخل اوضه نومي، الاوضه الوحيده اللي بمتلكها في هذا البيت، عشان اغمض عينيا وانسى اللي شفته وسمعته. ونيس بلاش تخش الاوضه دي بالذات. ليه؟ اصل خالتي تفيده دخلت نامت فيها وقالت ان سريرك مريحها اكتر، ومن ساعتها مش عارفين نخرجها. ارحمني ارحمني يا رب، ارحمني يا رب.